哎呀哎呀，一行一行一行，你养啊，你养啊，你养啊。الفصل السادس. Yep, the time will spend. الوقت سينقضي. Little Italy, February 26, 1945. يلا. إنه يلحق بي جاسوس كلب. Vito Scaletta. Yep. Yeah. What's it to you? You're under arrest for the illegal distribution of federal ration stamps. Ya Allah. You're coming with us. عشان الطوابع. Gas station attendants ratted me out. The guy fingered me and they strung on Mama into telling him where I was staying. Ya Allah. They had no idea who I was working for and I wasn't about to tell them. طوابع بس عشان الطوابع رحنا على السجن. واحد من اللي اعطينا الطوابع وشو اسمه وش عني وطبعا وصلوا عن طريق امي انه انا موجود هون عند جو. Hello. Was up Schitt's Creek, but at least I had a paddle. Could have been a hell of a lot worse if the feds knew about any of my other activities. Oh god. Considering the fact that you stole national resources at a time when our country needs them the most. An act the gravity of which you, Mr. Scaletta. The guy was good, but even he couldn't get me out of this one. It was a lost cause from day one. 3 months later, they handed down the verdict. Vittorio Antonio Scaletta. Ah. For your crimes against the people of this city and of this great country, this court hereby sentences you to 10 years in federal penitentiary. Oh God, 10 سنوات السجن. يا الله. حسبي الله ونعم الوكيل. لو ايش قال عشان بيع الطوابع والدولة يعني اهم لحظة انه يكون بدها الطوابع هدول والموارد هدول. طبعا استعنا في كليمنتي شكله الزعيم الكبير. عارف اذا ساعدنا ولا لا. تبا له. يا الله. هو الحراس قاعدين فوق لا هي حركة غبية. الله. Federal pen. Thieves, murderers. حرامية تبعونه الهان. وأوسخ من هيك كمان. بزنس ورز. يعني نحاول بخط هيك دغري ما تعملوش حركات زي القرود. أنا بديش أتحرك. أنا بديش أتحرك. والله انطرشت وحياة الله صياحهم. دخل لك رصاصة بعينك الله يا معلم. على كوني في الصوت رصاصة بحياتها. رصاصة يا معلم طخ عليهم رصاصة يهدوا. يا الله الصوت. واحد ذا القرد بنط. هاي والله قرد سامع صوت واحد بشبر. اوه جاد. ولا بيشتمني. لا 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 يا حرام. آه. يا الله انا بمشي انا بمشي. طلع المتخلف هذا بيحكيش انجليزي. لا 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 الله ضربني. ولا يا زبالة. والله لو معي فرد وحياة الله خير ذكر. ايوا الكلب. الو. وقف هنا ولف فوق. هي مشطوب. شقتنا نلف. درستون. هذا هو الزعيم. Because you can't behave like normal human being on the outside. اوكي انتوا هون عشان ما تتصرفوش زي الناس اللي برا. Your ass belongs to me now and you'll do what I say or you'll be sorry that you did. اوكي يعني انتوا هون تحت حكمي واعمل اللي بدي اياه. وطبعا اذا بتعملوا اي شيء غلط تاكلوا قتله.
and rehabilitate you. We will. We will. Okay, you assholes. We're gonna cut you loose just long enough to get yous cleaned up. الله يخذيك. Now get in line and follow me. الله يخذيك. دحين لنا راسنا وحمونا. الله يا الله. طلع منظرنا بخصوص. Welcome to the salon, ladies. You're gonna look just fucking beautiful. الله يرضى. والله احنا في نفس المنطقة. I ain't got nothing on my head to cut. Shut your face, هذا الأخ فيش عنده شعر أصلا. يا خلص نحلقة. هو راح تشوفوا الوسخنة تبعت فيتو بصير خلص طبع عصابات هيك يمشي لك وشغلات غريبة. طلع هلا مش عاجبه حدا. طلع كيف. Do what you fucking told. ولا ليش دفعتني ولا تعال 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 أنا ما حدا بدفعني ما حدا بدفعني. طبعا إلا أنت أنت الوحيد تقدر تدفعني. والله بناكل قتلة هلا. يلا امشي هلكني. بقدرش نركض للأسف. ولا 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 سمعوني كلام عادي مسبسبو. بس شتام يا زبالي بضل يشتم من ورا. يا الله الأصوات. هلو بيت الثاني هذا صار. سلم سلم علي. الله يا الله. طب مرض نفسي مع الادي هذا. والله ايش من ريحتك ما اعرف شو. طفوا الاضواء هايهم والله. الو طبعا لازم نستعمل التخت. يلا نام. في فور يا معفن ارفع جريك ارفع جريك والله بوقف على الخشبة. This was gonna be my new home for the next 10 years. Yep. Look like shit and smell like piss. I would have preferred dodging bullets in Europe to this. والله العشر سنين نضلنا قاعدين هون. هاي طبعا بعد 3 ايام وبقول لك يعني اخذ رصاص واطلق رصاص في اوروبا احسن. بلش الاكشن. حلو وصلت الرسالة من جوا انه تدور على شخص اسمه ليو جالانتي هو رح تساعدني انه اطلع من هون اضبط وضعي هون يعني بتعرفوا علاقات بنسوي هون فهات نروح ندور عليه. طبعا كنتك ليو جالانتي لازم نروح ندور عليه. اوكي هات نسأل هذا ابو سمرة يا ستو اضرب عليه شغل. طيب شكرا لك والله لا معي اسلحه بس طب طب علي خليني معلم حسبي الله عليكم ولا واحد بده يساعد انا مع ايه ماله هذا مشطوب هذا ولا حبه ماله هذا منظر مسكين والله العظيم هات شوف بعضلات هذا هلو لا مش هذا 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 والله شو بتسوي والله ما انا فاهم شو بدهم هذول ايوه حلو انا اعرفك اوبا اونيل كان محل مجوهرات انا فيلث Hell, there is a god. There is a god. شمتان فين وانا جيت هون. You guinea bastard. So that I could pay you back. This looks interesting. Wanna make a small bet. يلا. استنوا شوي. ماله هذا بده يراهن علي. لا. والله سفاح. ولا فيش حدا سفاح هون. ابعد. بتحكي عباربة تاج راسك يا متخلف هذا هو لا 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 ثواني هيك بس
شوفوا كمان واحد يا معفن عليك اللعن تقريبا قتلني. اوبا ضربونا طبعا عن انفراد حاليا. We're gonna give you a little time to think about what you've done. طب خلاص خلاص ما نتحمس زيادة يا ده. Close it up. طبعا نعطيك فترة تفكر بإيش سويت. لا نعرف شو سويت. وهذا الجزمة بيعمل أزلة. So almost took my head off, but I made a stand. Let me tell you something. When you're inside, counts for a lot more than you might think. للأسف ما بمشيش بسرعة صح. 2 days later, طبعا. How long are you planning on keeping him in here? Enough to learn his lesson. Hello. He's gonna have to change. He in any shape to fight? Should be. Boys didn't knock him around too bad after the brawl in the yard. Okay. هذا هو ليو جالانتي. الله وسطات. أجي طلع أنا من الإنفرادي. Rise and shine. Got yourself a visitor. Hello, I Galante. My name is Leo Galante. I heard you wanted to speak to me. Yeah, one of Clemente's guys said I should contact you. Said maybe you could help me out. Oh, fuck Clemente. I don't provide protection for his guys in here. Hey. I saw how you handled that Mick who's after you. O'Neil. Hello. You could prove useful. Hello. Come with me, boy. ماشي. اوكي يا شباب قبل ما يصير يعني في كتير ترجمه باختصار اجى ليو جالانتي وطلعني من انفرادي بس هو بيقول لي انا بامنش حمايه لجماعه كليمنتي هون بس انه راح اساعدك انه شفتك ضربت هالشاب وانك تقدر تكون مفيد الي هون طبعا وهلا بنكمل نشوف شو بصير معنا طبعا والحمد لله ما كناش قتل كتير من الشرطه. حلو عرفنا على الشباب. حلو هيدا ساعدهم ياب بيبي I saw of you out there in the yard. You're just the man for the job. Hello. You're gonna help us out, kid. In return, you'll be under my protection. Hello. And who knows? Maybe you'll even learn a thing or two along the way. Hello, hello, hello. No problem. Can't say no to that offer, huh? I don't remember asking. Ah, hey. All right, fellas. Let's get this مشطوب show on. هذا. طيب. نوقف كمان مرة بس باختصار هذا الشاب اسمه بيبي راح يكون له مباراة ضد أونيل المعفن فعشان هيك راح نتقاتل معاه وبرضه نثبت احنا جدارتنا وطبعا مع هيك مع الوقت راح ايش ندخل تحت حماية ليو جالانت راح يحمينا حاليا وطبعا هو ما سألنيش انه قاتله غصب عني شو راح قاتله لانه ما فيش غير هيك. Today we're gonna work on your counter punching. Vito, I want you to hit Pepe. Try and bust that big jaw. يلا. Pepe, you avoid the punch like I showed you. Then use that momentum to throw a punch of your own. حلو علمه طريقة جديدة يرجع للضربة. طيب توكل على الله أبو الشباب. ولا 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 ولا. آخ. حلو. حلو. تكتيك جديد. منرد له الضربة. We supposed to be sparring or training. مش عارفه. This kid's got fire in him. So now you're both gonna practice your counter punches. Hello. See if you can do that again. It's a handy tool to have in a box, huh? Most guys ain't gonna see it coming. Pepe here. He ain't most guys though. Hello, hello, hello. Nice. مش عايز بالوضع بيبي. بقولك احنا نيجي نتدرب بده يضرب. حلو. كمان واحدة. كمان واحدة. وي وي. هذا هو. There you go. You're a fast learner, kid. بالضبط. All right, fellas, that's enough for today. خلصنا وقال لي أنت يعني شخص تتعلم بسرعة. حلو. شكرا لك. So how close did you get to Clemente, Vito? قديش وصلت وقربت له كليمنتي؟ Actually, I never met him. ولا مرة قابلته. Huh. I can't believe that cocksucker Guarino's still breathing. What was your deal with him? Well, you know, we did a couple jobs for him and Luca said he'd bring us into the family for $5,000. What? What? Typical fucking Alberto. He's always been a crooked bastard. Hello? So what is that, like more than usual? Yeah, like $5,000 more than usual. You don't gotta pay to get in, Vito. You're brought into the family once you prove that you're loyal, a good earner. What? You can handle, you know, the life. In any case, this is an interesting piece of news. When this gets out, Alberto and Luca are gonna have a lot of fun. Oh, jeez.
Don't worry about that. We'll talk about it some other time. حلو حلو حلو، استنوا شوي. اوكي شباب، راح اترجم باختصار اللي صار يا شباب. انه اكتشفنا معلومة جدا حلوة حاليا، انه البرتو كليمنتي الزعيم الكبير، وطبعا لوكا جارينو عبارة عن تنين زبالة قاعدين يتهبلوا علينا انا وجو، حسب ما مبين او هيك اللي صاير. حسب ما مبين انه فيش دفع 5000 دولار، ما بلزم 5000 دولار عشان ادخل عصابة، بلزم فقط انه اكون انه يوثقوا في واعمل لهم اكثر من مهمة ويشوفوا انه ولائي كثير عالي لهم وبس. هدول بس قاعدين بيقولوا لي هيك عشان يعني يسرقوا مصاري، مع انه بلزمش ولا في اي عصابه تدفع 5000 دولار. هذا واحد. اثنين بيقولوا لي وقالنت انه بس نطلع من السجن رح نحكي في هذا الموضوع عن قصه لوكا والبيرتو كليمنتي. طبعا طبعا في شغلات رح نحكي عنها لاحقا، فهات نكمل نشوف شو بصير معنا. اوكي يا شباب، هلا عندنا مهمه، يا بنتعرف على الشباب وبنسالهم او بنطلع من الجيم. حاليا مش رح اتعرف على حدا، اطلع من الجيم فقط بس طلعني. وين الباب؟ ايوه يلا اطلع. هذا المعفن هذا. اوبا. Crooked white devil. Nice to see you too, Mr. Crooked? You bet on your own guy and he lost. That's the way it works in this country. Offer you a rematch. Hello. I think I can arrange that. You up to it, Vito? I'm ready. Yeah, get him a step ladder and send him over. All right, Wu. Looks like you got yourself a rematch. Oh. And none of that chop suey crap this time. Hello, 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 hello. Now listen, these chinks are quick little bastards. No point in throwing big punches early on. You'll never connect. All right. Hello. What am I supposed to do then? You hit him quick and tire him out. When he's weak, he'll put his guard down. Then you swing for the fences. Now get out. Hello. Show him what you're made of. طيب طيب، باختصار هذا المعفن متقاتل مع واحد من جماعتنا ليو جالانتو وخسر، فهلا بدهم يعيدوا المباراة وانا راح اعيد المباراة معاه. فطبعا بقول لي دير بالك منه، هذا كثير سريع وتضربش الضربات مبكرة كثير. يعني اكل هوا اكل هوا. حلو. ايوه ايوه، اعمل حركات غبية. يلا تعال، وين رايح هذا؟ ايوه 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 ايوه. تعال، هذا 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 هذا. يا ساتر، شو الحركات الغبية؟ تعال تعال تعال، باي. اللي بعده، باي. خلصنا عليه. ايه ده؟ اللي بعده ممكن، اللي بعده ممكن، اللي بعده بعد اسبوع. طبعا لنا 10 سنين، احنا معنا اسبوع. حلو، وقفونا برا السجن. واحد بياكل اسلي جوا. ايوه الله يعينك ابو الشباب. حسبي الله عليك، تاخرت عن العمل. بقول لي في عنا شغل اجباري تعرفوا جوا السجن عشان يذلونا. ايش بده هذا ابو الشباب؟ ليش يعطونا السجين هذا؟ Hey listen, Vito here has got the day off courtesy of Mr. Galante. Gotcha. Don't get used to it, Scaletta. My right. Come with me, Vito. اوبا، شكرا. اوكي شباب، اختصار ليو جالانت طلب انه انا اخذ عطله، فالمفروض كنت اروح على الشغل هلا، فشكله اعطاني عطله بس عشان يحكي معي في اشي لازم نعرفه حاليا. يلا ابتعد. ايوه ليو جالانت وبيبي. مورنينج كيد. مورنينج مستر جالانت. وعليكم السلام. ترينينج توداي؟ نوت اكزاكتلي. ايش تدريب اليوم؟ I got a challenge from the spooks and I don't want to risk Peppy getting all banged up before his big fight with O'Neill. حلو. So I want you to take this one. It'll be good practice for you. حلو. طيب، في هلا كمان مباراة شكله رح نعملها جوا غرفة الغسيل، وبدوش انه بيبي هو يكون بالضرب يكون، فعشان طبعا يضلوا جاهز للمباراة مع اونيل. فا اوكي اوكي، مين هذا تضربني؟ ولا 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 يا جدع، حضرتك عاوز تاكل قتلة؟ تعال تعال نلعن، تعال. وي وي، لا 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 لا، انا بقول شتلة. واو، تا 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 الغنمي. تا تا تا، باي باي. الله، راح. اللي بعده اللي بعده، فشلين هذول. Hell of a job, kid. Yeah. Hell of a job. Here's your cut, Vito. You earned it. أعطاني مصاري. Yo, one of the hacks is coming. Okay, أجي الشرطة. What
What the hell is this? أنا ما دخلنيش. أنا ما دخلنيش. عندي زائر، هات نشوف من الزائر. يلا. أوكي، من الزائر. يلا. حلو فرانشيسكا. ألو. Hey Frankie. Frankie, how you doing? How you doing? I'm doing good. Real good. Thanks. Hello. So, how's things? Well, I got something to tell you. I'm getting married. والله مبروك ده تتجوز زيها. Oh, that's great. I mean, it would have been nice if you asked my permission first. بس اوكي. Hey, I'm happy. يعني لو سألتينا اول بس اوكي. Look at yourself. How'd you let this happen? Hey, I already got a lecture from you. I don't need another one. خلاص بالضبط. Just drop it, all right? انسى الموضوع. There's something else. It's mama. مالا. What about her? She's sick, Vito. عيانة امنا. She's been like this for weeks and she's not getting any better. آه الله لها اسابيع هيك. Go to Joe's. He's holding on to my money for me. You get her the best doctor you can find. And you keep the rest as a wedding gift. Vito. No, I mean it. Looks like I'm not gonna need it for a while. الله صاد. All right, looks like I gotta go. Look, you take care of my. هلا بفهمكم شو اللي الحكى. I will. Bye bye. And thanks, Vito. Bye. Bye. للأسف. بعد كمان أسبوع يا عم مش 10 سنين يا خي 5 سنين. أوكي. حسبي الله عليك خلاص طرشتني طرشتني الله ياخدك. طبعا باختصار اجت اختنا وحكت معانا وطبعا هي بدها تتجوز. سالها فيتو لو انك اخذت يعني رايي في الموضوع. قالت له انت في سجن وكيف دخلت هون؟ قال اختصر الموضوع بكفي اللي سمعناه في المحكمه. فصرت اقول له يعني اختصر انه ابن عيانه لها اسابيع وما بتتحسن، فانا روح عند جو وخذي مصاري هي موجودين عند جو وجيبي لها احسن دكتور وخلي الباقي لك هديه عرسك. وهذا هو يلا عندنا تنظيف حمامات بعيد عنكم الله يقرفك. طب وين اللي قال انت ياخذنا عطله كمان مره؟ ابعد ابعد حسبي الله عليكم على السجن المعفن ده. يا بضرب ناس يا بنظف حمامات هيني. انا بدخل من هون. اه بالضبط. You're the new cleaning lady. Voila, voila, voila. Follow me. Naiman, Shabab. Hey, pal. You mind? Yo, practice that shit someplace else. Come on, man. You're killing us. Jesus, you're singing is the second worst thing. Hey. Yeah. Make them sparkle. Clean the two dirty. لا يا أنا ننظف هذول المباول بعيد عنكم. خير الله. أنا هذا وسخة. وسخة والله. حسبي الله عليك حسبي الله عليك والله نطفت يا يعني هي هيك كمان. حسبي الله على الشغل الصبح هذا. عندنا كمان واحدة هلا. عندنا هاي يلا What's the matter? الله يعرفك. حسبي الله عليك. ابعد ابعد. لا لسه متطلع قاعد. ابعد. لا تنظر إليه إنه قذر. الله يسعدك يا أخي. الله يعرفك. الله يعرفك. تعال أنظف ال. طب. عملنا على الأرض الله يعرفك. هلا نظفته الله ياخذك. شو الذل هذا؟ حلو خلصنا خلصنا عجبك الله ياخذك. خلص 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 خلص. Alright that's enough. خلص بديش اكمل. Alright Skeletta get your clothes off. بدي اتحمم هلا يلا. اخلع وعيك بولي. شوف العضلات شوف العضلات. بس هات نشوف بس شغلة. وين اكلنا الرصاصة احنا؟ معقول في كتفنا او هون كوعنا؟ انه اكلنا رصاصة في الحرب صح؟ اه شكلها والله يا هون صح؟ يب. وين اروح؟ اه اخر واحد يلا. وين اخر واحد هذا يعني؟ اخيرا حممنا ريحتنا بتقرف.
what's the hold up here? Move your ass. Yalla. Hey, Frankie. We got a little business to take care of here, huh? Why don't you go have a smoke? Hello. الو قال عندنا هون بزنس بتروح ادخن انت طلع يعني رش الحارس جايين يضربوني هذول يا ويلكم I like your scars pretty boy where'd you get them sorry asshole you picked the wrong ass to drill بالضبط صرت الشخص الغلط the hard way your choice Why don't you go fuck your buddies? Oh, لا كلام مسخ بدناش نترجمه هذا. Go fuck yourself. Okay. شو هالشعر هذا؟ غوريلا وجاي. تعال تعال كلها تعال تعال تعال. Do that again, sweet Jesus. تعال تعال. والله فايتر على كيف كيفك انا. لا 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 بديش يضربني ولا ضربه. What? كنت بغطي عالم. اضرب اضرب. باي اللي بعده. What? من اوله. يا متخلف يا متخلف. اللي بعده. اجى الشرطة والله خلص. طلع كارت قتل انا طبعا ايش دخلني اجد حركه شو في شو دخلني خلاص تعودنا على الانفرادي وصلت رساله تبدو مهمه هات نقراها هات نشوف تطفيش تطفيش الضوء علي لا في خبرية الله هلا اطفي ماما died while Francesca was visiting me instead of going toward a good doctor and a wedding gift every penny I had ماتت ابنة لما اجت اختنا تزورنا وطبعا كل المصاري بدل ما تروح على العرس تبع اختي او مثلا عند الدكتور راحت للع شو اسمه الدفن طيب يلا مستر جالانتي بده يحكي معي يلا توكل على الله هات نحكي معي Good to have you back kid Yep What the hell happened? It looks like the mix went up for a fair fight Oppa One of them jumped Pepe yesterday حلو A lot more than a couple Yeah well we sure as hell ain't gonna let this go What do you got in mind? Pepe's got it all worked out Took a little persuading تكسر ايوه He's all by himself right now in a gym Guards won't be back for a while حلو You're just gonna give him a good beating. Break a couple of bones, same as they did to me. Got it? Yeah, I got it. All right, come with me. Hello. Break a leg. حظاً. Wait out here. نسيت شيء. حظاً إيش؟ Hello. All right. حظاً سعيداً. Hello. ثواني ولازم افهمكم باختصار بيبي هجم عليه امبارح كم شت شباب وضربوه فمش راح يقدر يقاتل اونيل انا راح اقاتل اونيل اونيل قاعد في الجيم فانا رايح اكسره جوا وفيش حراس حاليا شايفيننا في حال اجى الحراس بيبي راح يخبرني راح ياكل قتله بدي انتقم على الضرب اللي اكلته اول يوم انا الو I got a little business to settle with you hey يا ويلكم تعال 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 والله متحمس للضرب هوي اللي بعد ورك غير طريقة الضرب يا متخلف والله من اولها واحد اثنين ثلاثة من اولها تكسر حلو ما حسش في اشي ما حسش في اشي تعال الجولة الثانية اللي بعده نفس طريقة القتال اللي بعده اوكي اوبا سكينة يا الله فين جايبها كمان واحدة كمان واحدة حلو يا الله
يا الله يا الله المنظر، ذبح وذبح من وريد للوريد يا الله. تام والفنت. They never found out who did it. Leo arranged for me to relocate to his cell. Well, actually, it was more like a suite. Life was getting better by. حلو حلو. What do you plan on doing when you get out of this shithole? حلو. I don't know. I sure as hell ain't gonna go back to work on Flo Clemente, I can tell you that. Yeah, you're better off just forgetting about that old bastard. Trust me, Alberto's a real cocksucker. And you can bet that lawyer he's hired was just there to make sure you didn't rat. Hey! Don't worry. You'll get his. Letting guys into your family for money like he offered you is against the rules. He's gonna have a lot of explaining to do. To who? I thought Clemente was the boss. You obviously don't know how things work around here. Hello. You see, there's more than one family in Empire Bay. There's three. Each family controls their own. Hello. There's a system of rules. And if there's any disagreements, the bosses of all the families meet to work things out. That's the commission. Great. So hello. What do you do now? Am I in trouble too? No. Nothing like that. You're young, you're smart, and you've proven you can keep your mouth shut. Exactly the type of guy everybody wants working for him. Yeah, but I don't even know who these other guys are. There's two other bosses besides Clemente. Hello. One is Carlo Falcone. Falcone. Frank Vinci. It's Frank Vinci. Carlo is young and ambitious. Hello. The guy's a freaking nut job. He's new blood. Whereas Don Vinci is a man of honor. Attio. He respects the old ways. You know these guys? You could say that. And Frank Vinci is consigliere. You think being just a regular old man gets you all this? Hey. Listen, Vito. I'm getting out in a few months. When I do, you'll see what we can do about adjusting your sentence. Hello. Come here. Have a taste. حلو 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 والله مليان كلام حلو نحكي فيه هلا. اوكي يا شباب، في كتير شغلات رح نحكي عنها حاليا. اول اشي، ما حداش عرف انه انا قتلت اونيل. اثنين، ليو جالانتي سأل فيتو ايش رح تسوي بعد ما تطلع من السجن، وجاوبوا فيتو انه مش رح يرجع طبعا لعصابة كليمنتي، انه شفتوا شو عملوا فينا وكيف قصة $5,000 وانه كانوا زي كانوا يتهبلوا علينا. برضو اكتشفنا انه قصة $5,000 هذا اشي مخالف للعرف العام بالمافيات لانه ممنوع. فاكتشفنا انه في ثلاث عصابات في المدينة مش عصابة واحدة، في عصابة كليمنتي اللي احنا كنا عندهم واللي غدروا فينا، وفي عصابة فالكون وعصابة فينشي. طلع ليو جالانتي تاني واحد في عصابة فينشي، عشان هيك كان له شو اسمه دخول كبير في السجن وبيقدر يعمل بده اياه. وطبعا شفتوا دعانا ليو جالانتي على السجن عنده، له سجن حلو سويت مرتب. واكتشفنا برضه انه ليو جالانتي بعد عدة اسابيع او اشهر راح يطلع من السجن، وحاول يخفف لنا الحكم عشان نطلع ابدر. وزي ما حكيت لكم قبل شوي انه في ثلاث عصابات في المدينة، وصلت $5,000 مش راح تمر على خير، لانه عادة زي هيك امور فيها عرف عام وشيء متعارف عليه، راح يصير زي كأنه في حكي بعدين على هذا الموضوع في العصابات طبعا. وان شاء الله نشوف شو بتصير معانا. واكتشفت برضه معلومة اخيرة انه كليمنتي حاطط محامي يضمن انه اضلني قاعد جوا السجن اتعفن. فاشي اكشن انه اطلع من السجن اهربده. وهذا هو كل شيء يا شباب حاليا، بس نطلع من السجن نشوف شو بصير معنا في الحلقة القادمة ان شاء الله. فمتحمس كتير للحلقة القادمة المهمة السابعة. وهيك ممكن وصلنا لحلقة اليوم. اذا المقطع تعطيه رحلة لايك، اذا ما كنت مش قناة تشترك فيه تترك فيها تبع شير المقطع. الله نوصل جيشكم من طريق لا 5000 مشترك، ونشوفكم في الحلقة القادمة. والسلام علينا وعليكم، باي باي.